ديالهم راه ما خداوش 100 متر راه ما خداوش 200 متر ولا 24 كثار عباد الله ولا 24 كثار عباد الله واه عباد الله سكتوا خلوني نهضر 24 كثار عباد الله والنصابه والشفاره وما بقيتوش كتشفروا البزاطم وتشفروا السيكان وتشفروا الديور وتدخلوا نقولوا نلقاو لكم حل وانتم وليتوا كتجيو والله من جد الجد الجد هذه اللي عندها 120 عام هاد السيده اللي قالت لكم عندها 100 مسكينه حالتها عندها 120 عام وهاد الناس 80 90 والشباب ديالنا ضاع شبابنا ضاع فين بغيتيهم يمشيو منين غادي ديري لهم اش كتربيو فيهم كتربيو فيهم وبلا ما نقول فكروا اش منين غيخرجوا هاد الشباب اش غيوليو اش غيوليو انتم كتحاربوا الفساد وكتحاربوا الارهاب وانتم راكم كتكبروا فيهم منين غيخرجوا من بلادهم وهما تزادوا وتخلقوا في هذا الشيء اش هذا منكر لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي وسيدنا واش يعتقنا اش يعتق هاد المساكن اش يعتق هاد 30 دار كل دار فيها 40 شخص 40 شخص فين غيمشيو راه ما كاينش اللي غيعوضهم ارضهم هما ما ساخينش شي تراب التراب اللي كيتمشاو عليه في هاد البلاد راه ما غاديش يعطيوها لكم ما غاديش هما راه كيقولوا لكم حنا غنموتوا غتخرجونا جثث منا وانا معاهم جثه حميده في هاد البلاد انا معاهم حيت شفت الحقره انا ولادي خليتهم الراجل البنات البنتي تكبرهم انا مع هاد الناس ومع الشفاه ديال دار بوعزه ديال ولاد عزوز